بذريعة البحث عن شاب، حاصرت قوات الاحتلال بلدة جيوس شمال شرق قلقيليا 5 أيام وسط اقتحام مستمر لأحيائها ومداهمات لم تتوقف لمنازلها. بعد الانسحاب ظاهريا من البلدة، أبقت قوات الاحتلال على إغلاق مداخلها سيما الطريق الممتد من قرية النابلياس والذي يربط محافظتي قلقيليا وطولكرم، مع تعمد إحداث أضرار كبيرة بالبنية التحتية في الشوارع وخطوط المياه الناقلة. هذه الأضرار ألحقت خسائر كبيرة في القطاع الزراعي في المنطقة وتأثر وصول المياه للسكان، ما دفع المواطنين لمحاولات إصلاح ما خربه الاحتلال ولو بالحد الأدنى في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال ضد المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالإغلاقات والحواجز الدائمة. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيليا.